معي المستشارة صفاء عبد البديع، رئيسة المنظمة العربية لمكافحة العنف ضد الطفل والمرأة من القاهرة. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة صفاء. يعني لتصل الصورة أوضح، إذا أمكن أن نعرف تفاصيل أكثر عن الوضع، لو بدأنا بالصومال واليمن بما أنه بتجتمع فيها أخطر التهديدات اللي بيواجهها الأطفال. أهلا وسهلا بيكي، أهلا بيكي. بالنسبة للعنف أو المخاطر اللي بيقابلها الأطفال في أوقات الحروب، طبعا العالم كله يعلم، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية المهتمة بشأن الطفولة في العالم كلهم يعملون على مكافحة المخاطر التي يمكن أن يواجهها الطفل في أوقات الأزمات والحروب. وأيضا الحالة الاقتصادية أو الفقر هو عامل أساسي في موضوع ما يقابله الأطفال من مخاطر، مثل عمالة الأطفال في الأعمال الخطيرة أو في زي مثلا في المحاجر وفي الخلاف وفي المصانع وما يتعرضون له من مخاطر، وليس هناك مظلة تأمينية أو مظلة حماية تحمي هؤلاء الأطفال الذين يعملون في سن مبكرة جدا. لماذا؟ هذا يعود لماذا؟ يعني ما الذي يعيق جهودكم؟ ورح نوقف كمان على موضوع الجهود اللي عم تقوموا فيها سيدة صفاء. هل نتحدث هنا عن عقبات مالية أمنية؟ هي كلها عقبات الحقيقة، ترجع في الأساس في عقبات اقتصادية، عقبات مادية، لأنه في حالة توفير الحماية المادية والاقتصادية لهؤلاء الأطفال وأسرهم تكون المسألة قد حلت من أساسها. لكن العملية الاقتصادية والمادية ما فيش موارد مادية نقدر نشتغل بيها. إحنا كل المنظمات الغير حكومية اللي بتشتغل في هذا المجال، وحتى المجلس القومي للمرأة الذي يعمل، أنا عضو في المجلس القومي للمرأة، بنعمل أيضا على مواجهة هذه المشكلة، ولكن دون أن يكون لدينا موارد مادية نقدر نحل بها. طب ماذا تفعلون بهذا الإطار سيدة صفاء؟ يعني ما الذي أمامكم من فرص؟ ماذا تفعلون ومع من تنسقون؟ يعني مش مفروض يكون في ثمة من هو عليه مسؤولية بموضوع العنف ضد طفل؟ طبعا الحكومات المختلفة عليها مسؤولية، ومنظمات المجتمع المدني أيضا عليها مسؤولية، وهي إلقاء الضوء على كافة المشكلات وطرح الحلول المناسبة والوصول لكل الجهات المعنية والوزارات المختصة لإلقاء الضوء على هذه المشكلات ومحاولة إيجاد حل ليها. طبعا في حلول، مش هنقدر نقول ما فيش حلول، في حلول وفي كمان إجراءات تم اتخاذها من عدة دول من الحكومات، زي توفير دور رعاية للأطفال، زي العمل على وضع عقوبات رادعة بالنسبة للتسرب من التعليم بالنسبة للأطفال، لأن بعض الأسر بتستغل أطفالها في العمل وإنها تخرجها من المدارس ومن التعليم عشان يبقى مصدر رزق للأسرة كلها. هناك مماثلة، هناك أيضا زواج القاصرات، زواج القاصرات اللي بيتم صحيح طبعا بمقابل فلوس، يعني ده بيعتبر يعني تجارة بشر. وكل الكلام ده احنا بنلقي الضوء عليه وبنوعي الناس على خطورة هذه المسائل، على خطورة عمالة الأطفال، على خطورة الزواج المبكر. بنحاول نوصل للوزارات المختلفة لتوفير الحماية وتوفير المصادر المادية اللي ممكن نساعد بيها، زي المشروعات الصغيرة للأسر الفقيرة والأشد فقرا. كل دي حلول بنقدر ان احنا نوصل لها، وبنقدر الحمد لله احنا عملنا كمية كبيرة جدا من شهادات أمان وزعناها على السيدات السديد اللي هم الفقيرات المحتاجين من الحاجات دي، ودي كانت بدون مقابل. يعني كل المسؤوليات اللي بنقدر نقوم بيها بنقدر نوفر بيها أي مصادر مادية ومشروعات صغيرة للأسر الفقيرة، كل دي بتعود على الأطفال. إنه ما طبعا يعطيكم العافية سيدة صفاء، اعذريني على المقاطعة. مستشارة صفاء عبد البديع، رئيسة المنظمة العربية لمكافحة العنف ضد الطفل والمرأة، كنت معنا من القاهرة.